نختم بده بجد، ده بجد من موقع ده بجد، بمجموعة من الصور. أول واحدة عندنا إيه؟ دي صورة الجندي اللي الإخوان الإرهابيين قتلوه النهاردة ومثلوا في جثته وحطوا الجزمة ببقه ولفوا بيه شوارع رفع على عربية نقل. دي من صورة الجندي سيد أحمد علوة اللي اتقتل برصاص أنصار بيت المقدس. الصورة من 2012 لجندي من الجيش السوري تم وضع جزمة جيش في فمه بعد قتله في مدينة حمص. لعنة الله. لا مش دي. تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي. صورة لجندي بيبوس واحدة أجنبية بفجاجة. هي مبسوطة. بس مبسوطة ليه؟ لأنها تعرفه كويس قوي. ولأنه مش مصري. الصورة دي من العراق، جندي عراقي بيودع جندية أمريكية، وأنتوا عارفين إن الفراق صعب. مسألة مش سهلة يعني. ناس عاشوا مع بعض فترة طويلة فده شيء طبيعي. يعني بتسلم عليه. الإخوان خدوه عملوا بيها إيه؟ قال لك جيش مصر أهو بيبوس في الشوارع ويتحرش. مكتوب البوست بيقول إبراهيم اتحاكم محاكمة عسكرية، يعني خلاص الحكم هيتنفذ يوم 19 مارس. يا بسرعة كده وحكمة وقالوا محاكمة عسكرية وشغالين عليه وهيتعدم يوم 19. الحقيقة ان يوم 19 مارس فعلا هو النطق بالحكم مش تنفيذه. اتنين، ابراهيم محكوم عليه بالاعدام غيابي. تلاتة، امام محكمة عادية وليست محكمة عسكرية. اربعة، الجريمة والقضية من يوم 26 فبراير من سنة 2009، قضية قديمة. تلاتة اسمها كانت قضية جهاد المنصورة. الكوميدي ان الحكم غيابي، الراجل مش موجود، القرار بإحالته للمفتي شيء، النطق بالحكم شيء تاني، هيتحكم غيابي دائما، في الغياب بيتحكم بأقصى قوة عشان تردع وتجري تروح تطعن. ساعة ما تطعن ولا كأن في حكم، حتى القضاة في مثل هذه القضايا لا ينظرون في الموضوع ولا يسمعون الدفاع، لأن هو حكم مجرد انك تروح تقول انا جيت سلمت نفسي، الحكم كأنه لم يكن، اتشطب.